يا اهلا بكم، معكم محمد فتحي من قناه كوت ستارت، وبنكمل حديثنا عن الجافا سكريبت. ده الويب سايت بتاعنا كوت ستارت، عليه كل الكورسات. بنكمل زي ما اتفقنا حديثنا عن الجافا سكريبت كورس. لو جينا كده في السلايدز هنلاقي النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاكما سكريبت فيرجن هيستوري. احنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن او اللي قبل اللي فاتت عن الفرق ما بين الجافا سكريبت والاكما سكريبت. قلنا الاكما سكريبت هي اللي بتحط الستاندرد بتاعه الجافا سكريبت، فعندنا الستاندرد بقى اللي اتحطت كلها اللي خرجت منها الجافا سكريبت فيرجنز على الهيستوري او التاريخ بتاعها. اول فيرجن او اول فيرجن ظهر من الجافا سكريبت كان سنه 1997، وكان ده الفيرجن رقم 1. وبعد كده في 98 سنه 1998 ظهر الفيرجن رقم 2، وبعد كده في سنه 1999 الفيرجن رقم 3، في 2003 ظهر الفيرجن رقم 4، وفي 2009 ظهر الفيرجن رقم 5، في 2011 بقى ظهر الفيرجن رقم 5.1، وفي 2015 وده كانت نقطة تحول رهيبة جدا في الجافا سكريبت. اضافوا بعض الفيتشرز او بعض الخصائص المهمة جدا جدا في الجافا سكريبت اللي هي بداية من الفيرجن 6، وده كان 2015. عشان كده بيسموها الاكما سكريبت 2015. هتلاقي اي حد بيقول لك اكما، يعني انا شغال او الكود ده اكما سكريبت 2015، لان ده حصل تحول في طريقة حتى كتابة الجافا سكريبت، بقت تتكتب بشكل مختصر جدا جدا، واضافوا زي ما قلت لك بعض الايه الخصائص المهمه جدا جدا في الايه في الفيرجن ده. بعد كده الفيرجن 7 ده كان في سنه 2016، و 2017 ظهر الفيرجن 8، وفي 2018 ظهر الفيرجن 9، وفي 2019 ظهر الفيرجن 10، و 2020 اللي احنا السنه اللي احنا فيها بقى عندنا الفيرجن 11 من الاكما سكريبت ستاندرد اللي بناء عليها خرجت الجافا سكريبت فيرجن اللي هو عندنا دلوقتي احدث فيرجن، فيرجن 11 اللي هو 2020. ما تنساش تلايك للقناه، عندنا اليوتيوب عليه كل الفيديوهات موجودة في البلاي ليست بتاعتنا. لو ضغطت كده على كوت ستارت وهتلاقي الكورس بتاعنا كوت ستارت موجود على القناة، كورس الجافا سكريبت. ممكن تنرول او تشترك في الكورس ده، هيبقى فيه كل الاكواد ومشروح فيه كمان في شرح. نشوفكم ان شاء الله في محاضرة.